the primary angle closure glaucoma. هي بالظبط نفس الكلام اللي قلناه في الجلوكوما، بس هيختلف هنا ان هو الانجل closed، angle of the anterior chamber closed. طيب كلمة angle closure دي اصلا معناها ايه؟ معناها ان الانجل of the anterior chamber مقفولة، الترابيكولر مشورك مش باينة، يعني لما اجي اعمل للعيان ده جونيوسكوبي مش هشوف الترابيكولر مشورك. ليه مش هشوفه؟ لان البريفري اوف ذا ايريس بيبقى لازق في الترابيكولر مشورك، حاجه اسمها ايريدو ترابيكولر كونتاكت. البريفري اوف ذا ايريس ده لازق في الترابيكولر مشورك، فعشان كده انا مش شايف الانجل بالجونيوسكوبي. في 3 ديفينيشنز اللي هي برايمري انجل كلوجر سسبكت، برايمري انجل كلوجر، برايمري انجل كلوجر جلوكوما. الحاجات دي اللي هو رقم 1 ورقم 2 مش مهمين قوي نظري، انما هي مهمه في الكلينيكال براكتس عشان ومهمه في العلاج كمان. المطلوب منك طبعا تعرف اللي هو البرايمري انجل كلوجر جلوكوما. لكن احيانا بيجي لنا ناس نيجي نعمل لهم جونيوسكوبي نلاقي 3 اور مور كوادرانتس من الانجل، يعني هو الانجل كلها 360 درجه، اكتر من 270 درجه 3 اور مور كوادرانتس من الانجل دي مقفوله مش شايف فيها الترابيكولار مشورك، يعني في ربع واحد بس 90 درجة بس هي اللي مفتوحة اللي شايف فيها ترابيكولار مشورك. بس لا ضغط العين عالي ولا الاوبتيك نيرف هيد فيه مشاكل بتاعة الجلوكوما ولا الفيجوال فيلد فيه مشاكل بتاعة الجلوكوما. الثلاثي ده مش مفهوش مشاكل، ما ينفعش اقول عليه جلوكوما. وكمان مفيش ساينيكيا. امال الانجل مقفولة ازاي؟ دي اسمها ابوزيشنال انجل كلوجر، يعني جاست الايريس والترابيكولار مشورك ان ابوزيشن تو ايتش اذر، بس مش لازقين في بعض. طب كلينيكالي بقى افرق بينهم ازاي؟ في عدسات جونيو لانسز زي الزايس جونيو لانس بضغط بيها، لو ضغطت بيها على الكورنيا شويه الضغطه اللي انا عاملها دي تعمل انفورسمنت للايكوس، يوم فاتح الانجل فلاقي ان الايريس بعدت عن ترابيكولار مشورك. يعني دلوقتي انا العدسه بتاعتي محطوطه هنا كده، ماشي، ممكن نرسمها اهي. نمسح الرسمه دي كبير، ادي الكورنيا وقلنا نتعود على رسمه الانجل. المفروض عندي هنا الكانال اوف شليم وقدامها الترابيكولار مشورك. الروت اوف ذا ايريس المفروض جاي هنا كده وماشي عادل كده قدام، لا تلاقي روت اوف ذا ايريس عامل كده. تيجي انت تبص بقى بالجونيو لينس كده ما تلاقيش، مش شايف انت ترابيكولار مشورك، بس ما فيش ساينيكيا بتوين البريفري اوف ذا ايريس والترابيكولار مشورك. اعرفها منين؟ انا العدسه الجونيو لينس عندي هنا كده اهي، انا حاططها هنا عشان اشوف وانا عينيا اهيت بعمل جونيوسكوبي. انا ماسك العدسه دي بايدي على السليت لامب، اقوم ضاغط بالعدسه دي على العين كده، اضغط على العين. اما اضغط على العين بعمل انفورسنج للايكوس هيومر، يقوم داخل بباور عاليه هنا او بضغط عالي هنا، يقوم يبعد البريفري اوف ذا ايريس. لو لقيت البريفري اوف ذا ايريس بعد عن الترابيكولار مشورك وشفت الترابيكولار مشورك، ده اسمه ابوزيشنال كلوجر، مفيش ساينيكي. انما لو عملت الضغطه دي ولقيت برضه مش شايف الترابيكولار مشورك، دي اسمها ساينيكيال كلوجر. تمام؟ يبقى اول واحد ده كان جاست سسبكت. تاني واحد البرايمري انجل كلوجر بقى، لا ده الانجل مقفوله. مقفوله ازاي؟ بالجونيوسكوبي هلاقي في peripheral anterior synechia between the periphery of the iris والترابيكولار مشورك، واجي اضغط بالجونيو لينس ما تتفتحش، ما اشوفش الترابيكولار مشورك، يبقى دي في كلوجر. وطالما الانجل مقفوله اكتر من ثلاث ارباع الانجل مقفوله، ضغط العين هنا بلاقيه عالي. لكن مازال العيان ده ما قلتش عليه جلوكوما، جاست برايمري انجل كلوجر. ليه؟ لانه ما استكملش اضلاع المثلث او اثنين منهم على الاقل، مازال الاوبتيك نيرف هيد كويس ما فيهوش مشاكل، مازال الفيد ما حصلش فيه مشاكل. انما البرايمري انجل كلوجر جلوكوما ده عشان استكمل الديفينيشن كله، طالما قلت جلوكوما يبقى الثلاث حاجات دول موجودين: ريزد انتراكولار بريشر، جلوكومتس اوبتيك نيوروباثي، فيجوال فيلد افكشن. وطبعا هو انجل كلوجر فالانجل مقفوله بساينيكيا واكثر من ثلاث ارباع الانجل مقفول. هو التعريف الثالث ده المطلوب منكم، انما الاول والثاني ده حاجات كلينيكال اكتر. طيب ايه اللي قفل الانجل بقى؟ ايه الميكانيزم اوف انجل كلوجر؟ اشهر ميكانيزم هو البيوبيلاري بلوك. الناس دول غالبا بيبقى عندهم شورت اكزل لينث، هنشوف ان الريسك فاكتورز بيحصل اكتر في الناس الهايبر متروبس.
اللي عندهم اكزيال هايبر متروبيا زي ما الاكزيال لينث بتاعهم شورت، كل حاجه عندهم ضيقه، حتى الانتيريو تشامبر ديبث ضيق، فتلاقي شالو انتيريو تشامبر. والشالو انتيريو تشامبر ده بيخلي البريفري او البيوبيلاري بوردر اوف ذا ايريس جاست ان تاتش وذ ذا لينس، فيقوم الايكوس متجمع هنا مش قادر يخرج من البيوبل عشان يدخل في الانتيريو تشامبر، فما يتجمع هنا يعمل ايريس بومبي، يقوم رافع الايريس او زائق الايريس لقدام كده، يقوم البريفري او روت اوف ذا ايريس يقفل الانجل اوف ذا انتيريو تشامبر. الكلام ده بيحصل له precipitating factor زي ما هنشوف بعد شوية، زي مثلا لو واحد حصل له مدرييزس فبتكشكش ال periphery of the iris هنا، وأما الكشكش يقوم قافل الأنجل اللي هي أصلا ضيقة بيقفلها في مرة وبعدين يرجع يتفتح تاني لو ال precipitating factor دي راحت، بس لما بيقفلها ضغط العين بيعلى شوية، وما ضغط العين بيعلى شوية بيعمل congestion في ال iris ال iris vessels، فتبدأ يحصل منها leakage، مش شويه ليكج وسيلز تيجي هنا فتعمل تلزيقه بسيطه وبعدين تفك. بريسيبتنج فاكتور يحصل تاني، يقوم البريفري اوف ذا ايريس يحصل فيه ايريس بومبي ويلزق مره في الثانيه في الثالثه، تقلب بساينيكيال انجل كلوجر، بدل ما كان جاست ابوزيشن مره وبتفك مره وبتفك، لا ممكن يقلب ساينيكيال انجل كلوجر وما تفكش تاني، وبالتالي ضغط العين يظل مرتفع باستمرار ويدخل في مشاكل الجلوكوم. دي اشهر ميكانيزم اللي هي البوبيلاري بلوك، بيبقى فيها شالو انتيريو تشامبر. انما الاقل شهره شويه نلاقي واحد عنده انجل كلوجر جلوكوما وذ ديب انتيريو تشامبر، وده مش لازم يبقى هايبر متروب، بيحصل في اي ريفراكتيف ايرور، وده الميكانيزم بتاعه ان الروت اوف ذا ايريس اصلا مش طالع من مكانه الطبيعي. المكان الطبيعي للروت اوف ذا ايريس ان هو بيطلع من يعني لو رسمنا الانجل في الناحيه الثانيه ادي ادي الكانال اوف شلم وادي الترابيكولار مش ورك هنا قدامها، وادي المفروض هنا السيليري بودي، والروت اوف ذا ايريس المفروض يطلع من هنا. لا الناس دي اللي عندها حاجه اسمها بلاتو ايريس، الروت اوف ذا ايريس ما بيطلعش من هنا، الروت اوف ذا ايريس بيبقى ثيك، يعني ممكن نرسمه بلون تاني. الناس اللي عندهم خلينا باللون الغريب ده، الناس دي بتطلع الروت اوف ذا ايريس اصلا بيطلع من هنا وبيبقى ثك، يعني ممكن حتى يجي كده يقفل جزء كبير من الترابيكال مش ورك. فتلاقي الديبث اوف ذا انتيريور تشامبر عادي جدا، بالعكس ممكن تلاقيه ديب، لان الناس دي ما عندهاش بومبي، ما فيش ايريس بومبي، لا ده المشكله عندهم في الروت اوف ذا ايريس طالع من مكان غلط، مش طالع من البيز اوف ذا سيلوري بودي، لا ده طالع من الترابيكولار مش ورك، ثك وانتيريورلي بوزيشند ايريس روت. دي علاجها طبعا ارخم من علاج الشالو انتيريور تشامبر اللي هي بيوبيلاري بلوك. يبقى احنا عرفنا كده الديفينيشن والباثوجينيسيس بتاعتها. ايه الناس بقى الاكثر عرضه؟ هل الايتيولوجي معروف؟ لا مش معروف، في ريسك فاكتورز بس، والريسك فاكتورز دي يعني مع عكس شويه اللي قلناها في الاوبن انجل. الاوبن انجل قلنا ان هي في البلاك ريسز، لا دي اكتر في الايشن، في الناس الاسيويين هناك في الاوبن انجل قلنا ان هي في المايوبزي اكتر، في الهايبر متروبس اللي عندهم شورت اكزيال لينث، هي مور في الفيميلز اولد ايج. حتى كنا قلنا ايه، كان دايما بيقولوا لنا ان هي اكتر في الستات اللي هم 40 to 50 years old، اللي هم عندهم هاي هايبر متروبيا وعصبيين ومتنرفزين زي ما نشوف في البريسيتنج فاكتورز بعد كده. العينين دول بيجي يشتكوا من ايه؟ ممكن ما يشتكيش من حاجه خالص ويكتشف اكسيدنتلي. ليه؟ لان العيان ده ممكن يكون عنده جاست برايمري انجل كلوجر، ضغط العين ساعات بيعلى وساعات لا ما بيعلاش، ماشي، فهو ما بيشتكيش من حاجه ويكتشف اكسيدنتلي لو هو الدكتور اورينتد بالجلوكوما، هو مثلا عيان ده رايح يعمل نظاره، رايح يشتكي من حساسيه ايا كان، وعند دكتور بيعمل له مقاس كده لقى هايبر متروب عالي شويه، لقى مثلا بلس 4 بلس 5، فبيبص له كده على الانجل اوف ذا، بيبص له على الديبث اوف ذا انتيريور تشامبر لقى شالو، فبص له عمل له جونيوسكوبي لقى الانجل مقفوله، فممكن يكتشف اكسيدنتلي. او ان العيان يجي بانترميتنت مايلد سيمبتومز. ايه بقى الانترميتنت مايلد سيمبتومز؟ العيان ده بيتعرض للبريسيبتيتنج فاكتورز اللي احنا هنقولها بعد شويه، زي مدرييزس، زي يتنرفز ويتعصب، فما يحصل مدرييزس ويكشكش الروت اوف ذا ايريس عند البريفري هنا كده، او يتنرفز ويتعصب، فما بيتنرفز بيحصل كونجشن في الايريس، فما يحصل كونجشن برضه تقفل الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر، لان اصلا الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر نارو. اما يحصل البريسيبتيتنج فاكتورز دي يبدا يرتفع ضغط العين عنده، فيحس بشويه صداع، يحس بزغلله، يقول لك انا حاسس ان الاوضه مدخنه كده قدامي،
ليه بيحس بسموك فيلد رومز؟ لان لما ضغط العين بيرتفع بيحصل كورنيا القديمه، ودي ميكانيزم كنا خدناها قبل كده في الكورنيا. احنا عارفين اللي بيحافظ على الكورنيا ريلاتيفلي دراي هي الاندوثيليال سيلز. الاندوثيليوم في الكورنيا في بامب بتشد الميه من جوه الكورنيا وترميها في الانتيريو تشامبر، بس ده بروفايدد ان الضغط جوه العين كويس. لو الضغط جوه العين عالي مش هتعرف الاندوثيليال سيلز تشد الميه دي، فهتبدا الميه تتجمع في الكورنيا ويعمل كورنيا القديمه. الكورنيا القديمه دي هي اللي بتخلي فيه هالوز اراوند لايت، ويقول لك انا حاسس ان الاوضه مدخنه سموك فيلد رومز. البريسيبيتيتنج فاكتورز دي راحت خلاص، هدي والنفاذه راحت، مفعول قطر التوسيع راح، بيبدا البيوبل تلم تاني، بيحصل مايوزس تاني والكونجشن يروح، وبالتالي يبدا الايكوس يدخل او يخرج من الترابيكال مش ورك وتفك الاتاك اللي كانت حصلت دي، وبالتالي تختفي يختفي الصداع ويختفي السموك فيلد رومز والكلام ده. ممكن يجي يشتكي بانترميتنت اتاكس من النوع ده، بس مره في الثانيه في الثالثه الايريس عماله يحصل بريسيبيتنج فاكتورز، فتقفل الانجل اوف ذا انتيريو تشامبر وشويه كونجشن وبعدين تفك مره وتفك، هتيجي في مره ما تفكش لان الكونجشن ده هيليك شويه فايبرو بلس، ومره في الثانيه هتلزق وخلاص ما تبقاش ابوزيشن كلوجر تبقى ساينيكيال كلوجر، فيجي لك بالاكيوت اتاك اللي احنا هنقولها بعد شويه اللي هي السيمبتومز بتاعت الاكيوت اتاك. يجي يشتكي من سيفير ثروبينج بين، بيقول لك انا عيني في قنبله هتفرقع في عيني من ضغط العين العالي ده، وطبعا diminution of vision مش شايف كويس من الكورنيا القديمه وريد اي، واحيانا بيجي يشتكي حتى من ابدومينال سيمبتومز. احيانا بيروح الاستقبال، يجي لكم واحد في الاستقبال مثلا عمال انا مصدع جدا وعمال يرجع من الفيجال ستيميوليشن، من البين العنيف ده بيعمله فيجال ستيميوليشن وعينه محمره كده، وهو مش قادر يعني هو حسب الموضوع بيفتكر الموضوع من بطنه في الامتياز، يبداوا يعاملوه على انه مثلا جاسترو انترايتس او كده، ويطلع الموضوع ان الصداع العالي ده من ضغط العين العالي هو اللي عامل له فيجل ستيميوليشن، وده اللي عامل جي اي تي سيمبتومز. طيب ايه هي البريسيبيتيتنج فاكتورز بقى اللي بتدخل العيان في الاتاك دي؟ البريسيبيتيتنج فاكتورز دي هي اللي بتقفل الانجل اوف ذا انتيريو تشامبر. احنا دايما كان بيقولوا لنا ان الست تكون راجعه من الشغل مجهده وعايزه تتفرج على التمثيليه الهندي المقدسه عندها، فيعني هي مجهده وعايزه هدوء في البيت، فبترجع تقوم مطفيه انوار الشقه كلها وقاعده قدام التلفزيون. طبعا لما منطفي انوار الشقه بيحصل مدريزس، لان احنا قاعدين في ديم اليمينيشن، قاعده تتفرج على الفيلم الهندي اللي هو كابور خان وشاكور كان والحاجات اللي بيتفرجوا عليها دي، وايه فجاه جوزها بيطلب بس طلب بريء، يعني هو بس عايز يتعشى، يعني حتى مش بيقول لها يعني فين، بس بيسالها فين العشاء، يعني فين البيض وانا هسلقه عادي يعني. فطبعا ده طلب يعني غير عاطفي بالمره، فهي الست بتقوم يعني برضه بكل براءه تجري وراه بالنشابه دي بس تفهمه غلط يعني. فطبعا هو نرفزها، فما نرفزها حصل كونجشن في الروت اوف ذا ايريس، بالتالي المدريزس مع الكونجشن، وهي اصلا عندها اكزيال هايبر متروبيا والدنيا عندها ضيقه زي اخلاقها الضيقه كده، تقوم تقفل وتدخل في الاتاك دي. يبقى اللي بيدخل في الاتاك دي الدارك اليمينيشن، فارماكولوجيكال ميدريزس او فيسيولوجيكال ميدريزس، او اكيوت ايموشنال ستريس زي ما احنا بنعمل كلنا في مراتاتنا، ربنا يخليهم لينا محدش يفتن بقى. ها طيب ايه الساينز بقى اللي العيان ده يشتكي منها؟ قلنا السيمبتومز، قد لا يشتكي من سيمبتومز خالص، قد يشتكي من انترميتنت سيمبتومز، او يشتكي من الاكيوت اتاك اللي هو سيفير بينفول ديمينيوشن اوف فيجن وهيدك ومعاها الجي اي تي سيمبتومز. ايه الساينز اللي انا هشوفها عليها؟ برضه هنقسمها لحاجتين، الناس اللي هم بيجي لهم intermittent raised intraocular pressure، والناس اللي بيجي لها acute attack. ال intermittent دول حاجه اسمها chronic presentation، يعني ضغط يعني بيحصل شويه congestion بسيط وضغط العين يرتفع شويه وبعدين يرجع، يرتفع شويه وبعدين يرجع، يعني بيوصل لرقم بسيط، بيوصل مثلا عشرينات ثلاثينات ما بيرتفعش قوي، لانه ارتفع لو فوق ال 40 او ال 50 ده هيبقى painful، دي اسمها acute attack. احنا عارفين زي ما قلنا الساينز بتاعت الجلوكوما، هنقول برضو الثلاثي اللي هو ضغط العين وقاع العين والمجال الابصار، هنعلق على الثلاثه دول. بس برضو احنا لازم عشان يعني زي اي حاجه جلوكوما علقنا على الثلاثه دول، لازم نبص على الانجل عشان نقول هي انجل كلوجر ولا اوبن انجل، ولازم نعمل ستيت لامب اكزامينشن عشان نشوف هي برايمري ولا سكندري. وهنضيف الحاجتين الاسنشال اللي هم ما ينفعش العيان يكشف من غير ما نشوفهم، اللي هو الفيجوال اكيوتي والبيبري اكتيفيتي. يبقى هي الساينز الثلاثه بتوع جلوكوما اللي هي ضغط العين وقاع العين ومجال الابصار، ولازم عشان نستكمل التعريف نشوف الانجل جونيوسكوبي، ادي الرابعه الساين الرابعه، والساين الخامسه ان احنا نعمل سليت لامب اكزامينشن عشان نشوف هي برايمري ولا سكندري. واثنين اسينشال
الاثنين الاسنشال هما الفيجوال اكيوتي والبيوبل رياكتيفيتي. طيب نبص على واحده واحده منهم. ضغط العين may be only intermittent elevation، يعني ايه؟ يعني ممكن العيان يجي يكشف عندي في العياده ما الاقيش عنده حاجه، الاقي ضغط عينيه 12 13 وهو مش في الاتاك، ولا الضغط هو رايق وباله هادي وما عندوش كونجشن وما عندوش مدريزس، والاقي ضغط العين بتاعه كويس ما فيهوش مشكله. بس ابص على الفندس احيانا بلاقي فيه ديسك تشينج ريليتد للجلوكوما زي انكريز فيرتيكال كاب ديسك ريشيو، احيانا ما بلاقيش حاجه على فكره. يعني احيانا الاتاكس اللي بتحصل ما بترفعش ضغط العين قوي، والاقي الفندس ما فيهوش مشكله، وبالتالي ممكن برضو ما الاقيش في الفيلد فيه حاجه. طيب الفيجوال اكيوتي مش هتاثر الا في الاخر، زي ما قلنا ان الفيجوال اكيوتي بتعتمد على السنترال فايبرز اللي هي البابيلو ماكيولار باندل، والبابيلو ماكيولار باندل دي اخر حاجه بتتاثر في الجلوكوما عشان هي مش اوفر كراودد، فبالتالي الاسكيميا مش هتاثر عليها ويظل العيان شايف 6 6 لفتره طويله. وبالتالي البيوبل برضو مش هتتاثر الا لو حصل، مش حصل فيها ريلاتيف افرنت بيبولار ديفكت الا لو حصل طبعا في الاند ستيج اللي هي بوست بالكومبس اوبتيك اتري. طب ما العيان ده لا ضغط عينيه عالي ولا عنده مشاكل في الفندس ولا الفيجن ولا البيوبل، امال هو عيان ليه؟ انا سميته عيان ليه؟ ده بيدخل فيه اللي هو البرايمري انجل كلوجر، اللي هو تلاقي بس شالو انتيريور تشامبر بس، وتيجي تعمل له انجل اللي هي الجونيوسكوبي تلاقي الانجل نارو او كلوزد، يعني يا اما ثلاث ارباع الانجل مقفوله اللي هو البرايمري انجل كلوجر سسبكت، يا اما تلاقي الانجل نارو شايف تربيكل مشرك بالعافيه كده. بس ده الحاجه اللي تشكك فيه. واحيانا طبعا زي ما انتم عارفين بس رير ان انا الاقي الديب انتيو تشامبر في البلاتو ايريس، بس العيان ده لو عنده بلاتو ايريس وعملت له جونيوسكوبي برضه مش هشوف الترابيكال مش ورك، لان هي الديب انتيو تشامبر بس البريفري اوف ذا ايريس جاي من ابنورمال انتيريورلي بوزيشن. طيب يبقى العيان ده الحاجه الوحيده بس اللي بتشكك فيه هي الجونيوسكوبي، وبالتالي طب اعالجه ولا ما اعالجوش؟ ده هنشوف في الاخر. ده ممكن اعمل له لو هو شالو انتيو تشامبر بعمل له حاجه اسمها ياج ايريدوتومي بروفلاكتيك بس عشان ضغط العين ما يرتفعش فيه، ونشوف الكلام ده في الاخر في العلاج. طبعا لازم اعمل ستيت لامب اكزامينشن عشان اكسكلود السكندريز، وزي ما هنشوف قدام اللي هي الانفلاماتوري ونيو فاسكولار وما الى ذلك. يبقى العين الكرونيك ده عشان تكتشفه لازم تبقى مخك صاحي زي اللي كان مخنا صاحي واحنا بنكتشف عيان الاوبن انجل جلوكوما. طيب انما الاكيوت اتاك بقى لا، ده ما ينفعش تغلط فيه، ما ينفعش، ده لازم تحفظه عن ظهر قلب، مش عشان الامتحان بس، وان كان 100% بيتسال في الامتحان سواء نظري او شفوي او حتى سلايدز او حتى ام سي كيو، لان زي ما قلت لكم الامرجنسي هي اهم حاجه في الرمد او في الطب بشكل عام. انت الدفعه اللي انا بشرح لها دي كلها منهم مثلا 10 20 واحد بس اللي هيشتغلوا رمد، طب بقيه ال 500 او 600 دول هيشتغلوا وهيبقوا دكتور، فلازم يشخص الحاله الامرجنسي ولازم يوجهها صح، ما يكونش زي ما قلت لكم انتوا واقفين في الاستقبال وعيان داخل لكم يا صداع جامد جدا وبرجع ومش قادر وبطني بتوجعني والكلام ده وعينه محمره، لازم تحط في اعتبارك الاكيوت انجل كلوجر جلوكوما. والساينز هنا لازم تحفظها عن ظهر قلب. طبعا بما انه جلوكوما اكيوت كونجستيف جلوكوما او اكيوت انجل كلوجر جلوكوما، ضغط العين هيبقى فيه عالي جدا جدا، يعني ايه؟ يعني فوق ال 50 احيانا بيوصل ل 100 مليمتر ميركوري، وده سبب الوجع الجامد جدا. الجلوكوما مش بينفول الا لو ضغط العين ارتفع جامد جدا فوق ال 40 او ال 50 مليمتر ميركوري. طيب العيان ده هناخده اناتوميكالي من قدام لورا ونشوف الحاجات اللي موجوده في عينيه. العيان ده هيبقى الفيجوال اكيوتي في سيفيرلي ديمانشد 66 اب تو هاند موفمنت، ليه؟ عشان الكورني القديمه العنيفه اللي هتحصل، ضغط العين ارتفع جدا، الاندوثيريال بامب مش قادره تشتغل، مش قادره تشد المايه من جوه الكورني، هيجمع المايه جوه الكورني يعمل كورنيال اديما. طيب الكونجكتيفا من بره كده هيبقى فيها سيلياري انجكشن. ليه سيلياري انجكشن؟ لان الاكيوت اتاك دي بيبقى اسوشيتد معاها ايرايتس، بيبقى الايريس فيه من الضغط العالي اللي موجود الايريس سيفيرلي كونجستد، والايريس احنا عرفنا اللي هو كنا السيلياري انرفيشن بتاعها، فده من الحاجات اللي بتعمل سيلياري انجكشن. قلنا من الحاجات اللي بتعمل سيلياري انجكشن الكيراتايتس والايرايتس والاكيوت كونجستد جلوكوما. يبقى هبص عليه من بره الفيجوال اكيوتي طبعا هتبقى سيفيرلي ديمانجد، هبص على الكورنيا الاقيها كورنيال اديما ابيثيليال اديما، الاديما تبقى اكتر في الابيثيليوم، وسيلياري انجكشن البيوبل هلاقيها ميد دايليتد فيكسد بيوبل، البيوبل مشلوله لا هي قادره تعمل مايوزس ولا هي قادره تعمل مدريزس. ليه؟ لان العضلتين الكونستراكتور والدايليتور بيوبلي مضغوط عليهم بضغط عالي جدا، فلا هي قادره تعمل كونستراكشن ولا قادره تعمل مدريزس، فواقفه في النص ميد دايليتد فيكسد بيوبل، تحط التورش في عينيه كده ما بتستجبش. هبص على الانتيريور تشامبر ديبث هلاقيه شالو
كومونلي هلاقيه شالو طبعا، ريرلي هلاقيه في بلاتو ايرس. اعمل له جونيوسكوبي الاقي طبعا الانجل مقفوله، اكتر من ثلاث ارباع الانجل مقفولين، بس احيانا في العينين دول ما بقدرش اعمل جونيوسكوبي. ليه ما بقدرش اعمل جونيوسكوبي؟ لان انا اصلا بشوف الانجل اوف ذا انتيريو تشامبر ثرو ايه؟ ثرو ذا كورنيا، والكورنيا في الحالات دي ممكن تبقى ادماتس. والكورنيا القديمه هتخبي الانجل اوف ذا انتيريو تشامبر، مش هعرف اشوفها. طيب هل دي يعني حاجه مهمه؟ اه مهمه، مهم ان انا اعرف الانجل هنا مقفوله ولا مفتوحه. لان احنا هنشوف في الديفرنشال دايجنوزس ان في بعض الاسباب ممكن تعمل نفس البيكتشر بالظبط. الانفلاماتوري جلوكوما ممكن تعمل كده، النيو فاسكولار جلوكوما ممكن تعمل كده، البيجمنتري جلوكوما لو فاكرين لما كنا بنتكلم عن السكندري اوبن انجل جلوكوما قلنا البيجمنتري جلوكوما ممكن تيجي في اتاك. الحاجات اللي قلناها زي الانفلاماتوري والنيو فاسكولار والبيجمنتري جلوكوما دي بتعمل اتاك من الريز انتر اوكيولار بريشر. طب ما ايه المشكله؟ لا دي مشكله كبيره لان علاجهم بيختلف. يعني مثال وهنشوف قدام في العلاج، النيو فاسكولار جلوكوما جزء من علاجها ميدرياتكس لو فاكرين كنا بنحط اتروبين، انما الاكيوت كونجستيف جلوكوما دي علاجها المايوتكس زي ما هنشوف قدام. انا لازم الايرس المكشكشه اللي هي قافله الانجل دي لازم المها، اعمل مايوزس عشان تتشد الايرس كده بعيد عن الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. يعني علاجهم مختلف. هنا في الاكيوت كونجستيف جلوكوما مايوزس، في الانفلاماتوري في النيو فاسكولار ميدريازس بدي اتروبين. طيب انا هنا مش عارف اشوف الانجل، هل الانجل هتفرق معايا؟ طبعا في الناس اللي هم اكيوت كونجستيف جلوكوما الانجل هتبقى مقفوله، انما في النيو فاسكولار جلوكوما الانجل ممكن تبقى مفتوحه او مقفوله باللي هو النيو فاسكولار ممبرين او بالانفلاماتوري ممبرين في الانفلاماتوري جلوكوما. طب انا مش عارف اشوف الانجل في العين دي، اعمل ايه؟ خليك حويط، ما تعملش عبيط، خش على العين الثانيه اللي هي اسمها فيلو اي. لو العين الثانيه لقيت الانجل فيها نارو يبقى دي موست بروبابلي يبقى الحاله بتاعتنا اكيوت كونجستيف جلوكوما، لان عاده يعني العيان اللي هو عنده هاي هايبرمتروبيا بيبقى عنده في عينيه الاثنين، يعني من الراريتيز ان يكون عنده انايزومتروبيا، مش هو ده الكومن، انما الكومن لو واحد عنده مثلا بلس 5 في عين تلاقي الثانيه بلس 4 او بلس 6 هكذا يعني. يبقى لو واحد انا مش عارف اشوف هو جاي في اكيوت اتاك وانا محتار الاكيوت اتاك دي بتاع اكيوت كونجستيف جلوكوما ولا بتاع نيو فاسكولار ولا انفلاماتوري جلوكوما، وانا مش عارف اشوف الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر في العين دي عشان الكورنيا القديمه، اخش على العين الثانيه ابص لها، ابص على الانجل فيها والله لقيتها نارو يبقى دي مش 100% طبعا موست بروبابلي دي اكيوت كونجستيف جلوكوما، لقيت الانجل هناك ديب يبقى دي برضه موست بروبابلي مش اكيوت كونجستيف جلوكوما. سبب تاني واحاول ادور على السبب، طب ما النيو فاسكولار ما انا ممكن اشوف الروبيوزس برضه مش ممكن ما اعرفش اشوفه من الكورنيا القديمه، ممكن اشوف ال الانفلاماتوري سيلز والفلير في الانتيريور تشامبر عشان اقول هي انفلاماتوري برضه ممكن ما اعرفش اشوفها من الكورنيا القديمه. فدي من الحاجات الصعبه في التشخيص، فالجونيوسكوبي مهم جدا، ومهم جدا ان انت تقول ان لو انا مش عارف اشوف الانجل في العين دي اشوفها في العين الثانيه في الفيلو اي. وطبعا زي ما قلنا سليت لامب اكزامينشن عشان اكسكلود الكوز اوف سكندري جلوكوما زي الانفلاماتوري والنيو فاسكولار والفيكومورفيك مثلا وما الى ذلك. يبقى عيان الاكيو كونجستيف جلوكوما ده هتحفظ صم الساينز بتاعته، السيمبتومز سيفير painful diminution of vision و red eye و GIT symptoms. تمام؟ signs very high intraocular pressure above 50 millimeter mercury, diminished vision up to hand movement, pupil mid dilated fixed, cornea edema, ciliary injection, shallow anterior chamber, mid dilated fixed pupil قلنا، والجونيوسكوبي سواء شفتها هنا او في العين الثانيه، وسليت لامب examination عشان exclude secondaries. في بقى برضه البروفوكيتيف تيست، فاكرين العيان اللي كنا بنقعد نشربه ميه عشان نقول ان هو اوبن انجل جلوكوما، قلنا طبعا فيها هاي فولس بوزيتيفز ونيجاتيفز. هنا بقى يعني حاجه اضل يعني من اللي اتقالت هناك، طبعا البروفوكيتيف تيست دي ما بقتش تتعمل. بيقول لك العيان ده يعني ممكن تديله قطر التوسيع فما تلاقي ضغط العين ارتفع فيه يبقى دي انجل كلوجر، او حاجه بقى لذيذه قوي حاجه اسمها دارك روم برون بروفوكيتيف تيست. يعني ايه؟ تقول للعيان ارقد على بطنك في العياده لمده ساعه بس ما تنامش، ما تروحش في النوم، وايه في دارك روم، يعني انا هفضي لك العياده اوضه كده وترقد على بطنك وهطفي النور بس ما تنامش. انت هنا بتعمل ايه؟ انت بتخليه فيس داون بوزيشن عشان الفيس داون ده بيزود الكونجيشن في الايس، وبالتالي لو هي عندها فرصه تقفل الانجل هتقفلها، وفي دارك روم عشان يحصل ميدريزس تكشكش الروت اوف ذا ايرس وتقفل الانجل. وما ينامش ليه بقى؟ عشان النوم بيعمل مايوزس، انت عايز تعمل ميدريزس.
وبعدين تقيس له ضغط العين immediately after the test. هوب بتقومه من تشده من قفاه كده من وهو نايم على بطنه، تحطه على ستيت لامب عشان تقيس له ضغط العين، لان ضغط العين كان normalize very rapidly. لو ضغط العين ارتفع اكتر من 8 مليمتر ميركوري يبقى دي significant. طبعا ده هبل يعني، منظر مش عاطفي خالص تجيب عيان وترقده على بطنه، يعني ما حدش يعمل كده يعني. ها يعني البروفوكيتيف تيست انا بقولها لكم لانها مكتوبه في بعض الكتب، انها ما تقولوهاش الا لو اتطلب منكم. طيب هل العيان ده محتاج انفستيجيشنز؟ عيان الاكيوت اتاك ده مش محتاج انفستيجيشنز طبعا دلوقتي خالص، ده يحتاج انفستيجيشن بعد ما اعالج الاتاك، ممكن ابقى اعمل له بيريمتري اللي هو عشان استكمل اضلاع مثلث الجلوكوما. لكن احيانا بضطر اعمل انا الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر انا مش قادر اشوفها وشاكك فيها، احيانا بضطر بعمل انفستيجيشنز عشان اشوف الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر بتشبه جهازين، الالتراسونيك بايومايكروسكوبي، ودي الصوره بتاعته. طبعا الصوره دي ما بتجيش في الامتحان بس دي صوره عشان تفهم يعني. وكنا قلنا الالتراسونيك بايومايكروسكوبي البنتريشن بتاعه قليل عن البي سكان التراساوند، البي سكان التراساوند ده بيلقط البوستيرور سيجمنت، انما الالتراسونيك بايومايكروسكوبي ده له هاي فريكوانسي وبالتالي البنتريشن بتاعه اقل، فبنشوف بيه الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر واقدر اعمل بيه جريدنج للانجل واقيس الزاويه دي بتوين الايريس والباك اوف ذا كورنيا واشوف الانجل هنا مقفوله ولا لا. او جهاز احدث شويه انتيريور سيجمنت او سي تي، الاو سي تي اللي هو الاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي، ده بشوف بيه البوستيرور سيجمنت الماكيولار قديمه مثلا نشوفها في الريتنا، بس برضه في سوفت وير على الـ على الاو سي تي ممكن اشوف بيه الانتيريور سيجمنت وياخد لي كات سيكشن هنا في الكورنيا وفي اللنس وفي الايريس واقدر اشوف بيه الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. الديفرنشال دايجنوزس بقى كنا اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم في الاكيوت اتاك، ان الاكيوت الفيشن بتاع الانتر اوكر بريشر دي في حاجات بتعملها غير الاكيوت كونجستيف جلوكوما، اشهرها على الاطلاق الانفلاماتوري والنيو فاسكولار. بيجمنتري والسودو اكسفوليشن احيانا بيعملوا، والفيكومورف جلوكوما لو فاكرين لما قلنا العيان الانتيوماسنت، الانتيوماسنت لما اللينس تنفخ كده وتقوم قافله البيوبل ويحصل بيوبيلري بلوك ويدخل في اكيوت اتاك من الالفيتد انتر اوكولار بريشر. المالجنت جلوكوما زي ما قلنا اللي بتحصل بوست اوبرتيف، لو فاكرين لما قلنا بوست سبسكير تربيكلكتومي ممكن يحصل ايكوس ميس دايركشن، الايكوس يوم راجع اللي هو في الفيتريس، يتنفخ الفيتريس يعمله سويلنج وبالتالي يزق اللينس ويزق الايرس وتعمل ديكريز انتر اليفيتد انتر اوكولار بريشر اتاك. طب بميزهم ازاي دول عن الاكيوت كونجستيف جلوكوما اللي هي البرايمري انجل كلوجر جلوكوما؟ الفيكومورفيك هشوف اللينس سولين انتيوميسنت متنفخه، النيو فاسكولار هشوف نيو فيزز، السودو اكسفليشن هشوف الساينز بتاعته اللي هي الكروكنبرج سبندل والموث ايتن بيبيلاري بوردر والترانس اليمينيشن الموجود على البيبيلاري بوردر، واشوف الدبل رينج ساين موجود على انتيريور لينس كبسول، البيجمنتري جلوكوما بشوف الكروكنبرج سبندل سامبوليزي لاين لو كان باين يعني، الهايلي بيجمنتد ترابيكولار ميش ورك الشاي لاين، الانفلاماتوري جلوكوما بشوف طبعا الكي بيز والسيلز والفلير، المالجنت جلوكوما العيان ده بيديني هيستوري اوف سيرجري او انا اشوف ان هو عامل سيرجري فعني. وبرده من ديفرنشال ديجنوستس الكوزوفريد اي اللي كنا قلناها في الجد في الجدول اللي هو الشهير ده، الكونجكتيفايتس والكيراتايتس والايرايتس والاكيو كونجستيف جلوكوما. اهم طبعا اهم تفريق بينهم الاكيو كونجستيف جلوكوما عن التلاته دول ضغط العين، ضغط العين هنا عالي جدا 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 اكتر من 50، وطبعا بالكاركترستيك ساينز اللي احنا قلناها في العيان اللي عنده اتاك. طيب اعالجه ازاي؟ برده العلاج هيفرق حسب الحاله، هل الحاله دي الحالات اللي هي الانترميتنت اللي هي زي البرايمري انجل كلوجر والبرايمري انجل كلوجر سسبكت ولا ده في الاكيوت اتاك. لو عيان جاي لي برايمري انجل كلوجر سسبكت اللي هو يعني ايه؟ يعني هو الانجل فيه مقفول اكتر من ثلاث ارباعها مقفولين بساينيكيا، وهو ضغط العين بتاعه بيعلى عشرينات مثلا ثلاثينات، لكنه ما دخلش في جلوكوما، لا جاي لي في اكيوت اتاك ولا الاوبتيك نيرف فيه مشاكل ولا الفيجوال فيلد فيه مشاكل. فالعيان ده طبعا احنا قلنا عشان نكتشفه العيان ما بيشتكيش، فانت العيان ده عشان تكتشفه لازم انت تبقى اورينتد بجلوكوما، ان العيان ده تلاقي فيه هاي هايبرمتروبيا شالو انتيريور تشامبر، فتعمل له جونيوسكوبي تلاقي اكتر من ثلاث ارباع الانجل مقفولين، تضغط على الانجل كده بتضغط على الكورنيا بالجونيو لينس ما بيحصلش الترابيكولار مشورك مش شايفه، فده مش ابوزيشنال كلوجر، ده ساينيكيال كلوجر. تلحق العيان ده بعلاج قبل ما يدخل في التك، قبل ما يدخل في جلوكوما بقى. تلحقه ازاي؟ انت عايز تفتح الانجل دي، عشان افتح الانجل دي ممكن اعمل ليزر ايريداتومي، ياج ليزر ايريداتومي. الياج ليزر هنا بيعمل فتحه في البريفري اوف ذا ايريس،
هو العيان ده اصلا مشكلته ايه؟ العيان ده مشكلته ان الايكوس بيتجمع هنا كده، لان البيوبل لازقه او عامله ابوزيشن مع اللينس انتيريور لينس كبسول، فيقوم الايكوس يتجمع هنا ويزق الايريس، يعمل ايريس بومبي تقوم قافله الانجل اوف انتيريور تشامبر. فانت لو عملت فتحه هنا في البريفري اوف ذا ايريس، هيقوم الايكوس اللي هو مش قادر يخرج من البيوبل يقوم خارج من الفتحه بتاعتك دي، ويحصل ايكوليبريم في الانتر اوكرا بريشر بتوين الانتيريور تشامبر والبوستيريور تشامبر، وبالتالي ما يحصلش الايريس بومبي. ده فكرة الياج ايريداتومي اللي هو زي كده، اتفردت الايريس ما بقاش فيه ايريس بومبي. ممكن نعمل حاجة اسمها ليزر ايريدوبلاستي، يعني عملية تجميل في الايريس بدبل ارجون ليزر بقى. الياج ليزر ده كاتنج ليزر، ده هناخده تشابتر ليزر. الارجون ليزر بيعمل فوتو كواجيوليشن. اما تضرب نقعد نضرب ارجون ليزر على الميد بريفري اوف ذا ايريس هنا، هيعمل فوتو كواجيوليشن، وبالتالي يعمل سكارنج في الميد بريفري اوف ذا ايريس، وما يحصل سكارنج تكشكش الايريس، تتشد كده يحصل سكار، والسكار دي تتشد عشان تلم، فتشد الايريس روت بعيد عن الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. ده اسمه ليزر ايريدوبلاسي، وهنشوف في الفيديوهات ده فيديو للياج ايريدوتومي. If you are diagnosed with narrow angle glaucoma, your doctor may perform a procedure called laser iridotomy to decrease the risk of a sudden and dangerous buildup of pressure in your eye. Before the procedure, your doctor will place drops in your eye to constrict the pupil. بنحط قطرة ميوزس ميوتيك عشان تعمل ميوزس. ليه عشان تعمل ميوزس؟ عشان تفرد الايريس، وعشان يبان لي حاجة اسمها الايريس كريبت. فاكرين احنا كنا قلنا في ما كنا جينا نتكلم في اليوفيال تيشو في الاناتومي بتاع الايريس، الايريس باترن، قلنا ان في كريبتس، والكريبتس دي بيبقى the thinnest بارت من الايريس. فانا عايز اقطع الايريس، فبالتالي لازم لما اجي اقطع الايريس بياج ليزر اختار حته ثن، الحته الثن دي هي كريبت، اضرب عليها زي ما هنشوف بعد شويه. Then, using a precisely focused beam of laser light, your doctor will create a tiny hole in your iris. This hole acts as an alternate channel through which fluid inside the eye can flow if the usual pathway becomes blocked. تمام كده، alternate channel يعدي منها الايكوس، وبالتالي تفرد الايريس ما تعملش ايريس بومبي. طب الاريدوبلاستي بقى، بعمل تجميل في الايريس، بعمل فيها سكار عشان السكار دي تشد تلم نفسها، تبعد الروت اوف ذا ايريس عن الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر، ده بالارجون ليزر. This is a video of an argon laser. خدوا بالكم هو بيضرب دي الشوتس بتاعت الليزر، وهو بيضرب الليزر هنا بيحصل immediate photocoagulation، فتلاقي الحتت دي عماله تكشكش زي ما هنشوف دلوقتي. Iridoplasty. In our current view, the limbus is at the bottom of the screen and the pupil at the top. بيقول لك هنا الليمبس وهنا البيوبل، فاحنا بنضرب في الميد بريفري او يعني near periphery of the iris، هو بيضرب الضربه هنا تقوم الحته دي يحصل فيها contraction كده زي ما هنشوف دلوقتي. When the argon laser spot is applied, we can see contraction of the surrounding iris tissue. Notice the even spacing between the non-contiguous laser applications. يبقى ده العلاج بتاع السسبكت اللي هو ما دخلش في جلوكوما. طب لو دخل في جلوكوما واتاك بقى، اللي هو قلنا بيجي لنا في الامرجنسي ولازم نحفظ الساينز بتاعته صم، لا ده عيان امرجنسي، علاجه برضه في غايه الاهميه ولازم تعرفه بالترتيب ومهم جدا. عيان جالك في اتاك، ضغط العين في الخمسينات، ده emergency، وطالما emergency يتحجز hospital admission. ليه hospital admission؟ لان ده سايت threatening. ضغط، هو ايه المشكله من ضغط العين يرتفع فوق ال 50؟ ضغط العين لما يرتفع فوق ال 50 هيقفل ال arterial blood supply لل optic nerve. انتوا عارفين، مش احنا عارفين ضغط الدم اللي هو 120 على 80 مليمتر mercury؟ اما بنيجي نقيس ضغط الدم من اللي هو السفيجمومانومتر ونحط الكف على دراعنا كده ونرفع الضغط فيه، عارف البامب دي، نقعد فس 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 نرفع الضغط كده لغايه ما الضغط في الكف يرتفع فوق ال 120، وبعدين ابدا انزله شويه بشويه عشان اسمع كروتوكوف ساوندز. خدتوها في الفسيولوجي، هتاخدوها في البطنه. طيب احنا الضغط في الريتينال ارتري كام بقى؟ مش 120 على 80 طبعا، الريتينال ارتري عندنا صغير عن الميجور ارتريز اللي احنا بنقيس منها ضغط الدم. الضغط في الريتينال ارتري حوالي 60 على 40، 60 على 40 ملم ميركي، يعني في السيستوليك الضغط بيبقى 60 وفي الدايستوليك 40. فتخيلوا بقى لو ضغط العين ارتفع
بقى 70 مليمتر ميركي مثلا او 65 مليمتر ميركي، هنا ضغط العين ارتفع فوق السيستوليك بلاد بريشر بتاع الريتينال ارتري، وبالتالي هيعمل بالظبط زي القف، هيقفل الريتينال ارتري. الريتينال ارتري هيتقفل، هيحصل انفاركشن في الاوبتيك نيرف، التغذيه بتاعت الاوبتيك نيرف هتقطع، فلو ما لحقتوش هيفقد العيان نظره، ممكن اتاك تخلي العيان يفقد نظره. دي خطوره الموضوع، عشان كده العيان ده لازم يبقى نحجزه في المستشفى هوسبيتال ادمشن. طيب العيان ده انا عايز انزله ضغط عينيه، هل هديله القطرات اللي كنت بديها اللي هي الكربونيك انهيدريز انهبيتورز والبيتا بلوكرز والكلام ده؟ لا طبعا، ما ينفعش قطرات وهو ضغط عينيه 50 و60 والكلام ده. القطره عشان تشتغل لازم تدخل جوه العين، تدخل لغايه السيليري بادي، السيليري بروسيسز، تمنع افراز الايكوس. ازاي القطره هيحصل لها اوكيولار بينتريشن والضغط العين عالي جدا كده؟ يعني تخيل الاوضه اللي قصادك دي فيها 100,000 واحد جوه عمالين يتخانقوا ويضغطوا، والاوضه مش مساعاهم، وانت بتفتح الباب وعايز تدخل، مش هتعرف تدخل طبعا. نفس الكلام القطره مش هتعرف تدخل جوه العين، وبالتالي انا لازم انزل ضغط العين دي بحاجه سيستمك، والسيستمك ده عندنا روت من الاثنين، يا اورال يا انترا فينس. الاورال اللي هو اسيتازولامايد، وكنا خدناه في السيستميك كربونيك انهيدريز انهبيتور، وهنا الدوز برضو مكتوب عندكم ولازم تتحفظ. الاسيتازولامايد اورال التاب، هو بتاخد تابلتس 250 مللي جرام، التابلت 250 مللي جرام، ممكن اديله قرصين حالا ياخدهم دلوقتي، وبعد كده امشيه على قرص اربع مرات يوميا، يبقى هو 250 مللي جرام اربع مرات يوميا. هو الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ايه؟ هو كربونيك انهيدريز انهبيتور، فهو بيقلل افراز الايكوس، وهو كمان بوتاسيوم لوزنج دايوريتيك. وكنا خدنا مشاكله وقلنا ما ينفعش امشي عليه فتره طويله، ده جاست ان هو ريليف الاتاك. بس احيانا بيقابلنا في الناس دي ان العيان ده اصلا جاي لنا فيجل سيمبتومز، جاي لنا عن فوميتنج، ومش يعني ما فيش حاجه بتقعد في بطنه، فتديله راس مش هيرجع، مش هياخد. فاحيانا بضطر ان انا اديله انترا فينس اسيتازولامايد برضو. الاسيتازولامايد الاسم التجاري بتاعه هنا في مصر سيداماكس، وفي اليو كي دايماكس. ده الاورال. الانترافينوس اسيتازولامايد مش موجود في مصر، هو موجود بره مصر، موجود في اليو كي باسم دايماكس برضو فايل، وده بيتاخد انترافينوس، بس ده مش موجود عندنا. انما الموجود عندنا المانيتول، والمانيتول زي ما قلنا ان هو هيجروسكوبيك، يعني بيشد الميه، بيزود المانيتول 20%، بيزود الاوزمولاريتي في البلد، وبالتالي هيشد الميه من الفيتريس، فهيعمل فيتريس دي هايدريشن، وبالتالي الفيتريس اما ينكمش يقوم يرجع، اما الفيتريس ينكمش ترجع الفيترس هنا اهو، اما ينكمش الفيترس تقوم راجعه حاجه اسمها الايريس لينس دايفرام، يرجع لورا وبالتالي يفتح الانجل. طب الدوز بتاعت المانيتول كام؟ هو المانيتول 1 مللي جرام لكل كيلو جرام. طيب هو اصلا 20%، يبقى تركيزه بقى 5 مللي لتر لكل كيلو جرام، يعني يا اما تقولها 5 مللي لتر من المانيتول 20% لكل كيلو جرام، او 1 مللي جرام من المانيتول لكل كيلو جرام. يعني في الاخر العيان ده احنا طبعا بنحسبها من مللي لتر اسهل. العيان مثلا لو الويت بتاعه 70 كيلو جرام، هو وزنه 70 كيلو، بقوم اديله 75 ب 350، هو الازازه بيجي لك 500 مللي لتر، بديله منها 350 مللي لتر بس، 5 في 70، وبيتاخد ببطء على 10 دقائق ربع ساعه بالوريد. احيانا العيان دول بياخدوا اورال جليسرول، بس برضو الاورال ممكن يكون فيه مشاكل عشان هو عنده فوميتنج اصلا. يبقى العيان ده بحجزه في المستشفى، بديله قراص، بديله انترافينس، بعلق له محلول، ده البدايه. وبعد كده ممكن طبعا ممكن اديله انالجيستكس عشان البين العنيف اللي عنده، ابتو مورفين، احيانا بياخدوا مورفين، وانتي اماتكس عشان الفيجال سيمتومز. ضغط العين بدا نعمل له كنترول بالسيستميك ميديكيشنز، ممكن هنا بقى اديله قطرات. ايه هي القطرات؟ طبعا هما القطرات اللي كنا بنقول عليها في علاج الجلوكوما هي نفسها، بس برضه بمحاذير. محاذير ايه؟ ما ينفعش اديه بروستاجلاندين طبعا، لان العيان ده فاكرين شايفين المنظر ده، هل ده عيان ياخد بروستاجلاندين بالكونجيشن العنيف اللي عنده بالايرايتس؟ ما ينفعش، ده عنده انفلاميشن، ما ينفعش ياخد انفلاماتوري ميديتور. فهتبقى الفيرست تشويس عندي هنا التيمولول اللي هي البيتا بلوكر، بديله بيتا بلوكر، وبتاخد توايس ديلي عادي جدا الجرعه بتاعتها، بس بديله بايلوكاربين، وده مهم جدا 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 هنا. البايلوكاربين ده باراسمباثومايماتيك، بيتاخد اربع مرات في اليوم، يقوم يعمل مايوزس، يلم الايرس بعيد عن الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر عشان الحقها قبل ما تلزق. هي كانت في الابوزيشن، بس الحقها قبل ما تلزق وتعمل ساينيكيا، لان هي لو لزقت وعملت ساينيكيا يبقى العيان ده مش هيخف بالعلاج ده، لازم اعمل له سيرجري. كويس، يبقى القطرات
تيمولول توبيكال، تيمولول توبيكال ده توايس، توبيكال بايلوكاربين 4 مرات في اليوم، ولازم اديله انتي انفلاماتوري. اديله استرويد؟ اه بديله استرويد. هتقول لي الاسترويد بيرفع ضغط العين؟ لا، هو الاسترويد مش هيرفع ضغط العين دلوقتي، يعني الاسترويد دلوقتي مهم في كانتي انفلاماتوري. بديله بريدنيزولون او ديكساميثازون 3 تو 4 تايمز ديلي. يبقى كده ده علاج الاكوت اتاك، بحجز العيان في المستشفى اورال وانترافينس، والتوبيكال ده الاول، يليه التوبيكال بعديه، وبديله انالجيسيس وانتي ام. طيب ما نساش بقى، مهم جدا 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 عشان يبقى شكلك حلو وعشان تحافظ على العيان ده، العيان ده زي ما دخل في اتاك في العين دي ممكن يدخل في العين الثانيه، ما تنساش تعمل جنيوسكوبي للعين الثانيه وتعمله بروفيلاكتيك بريفرال ايريداتومي للفيلو اي. حصل بالعلاج بتاعك اللي هو السيستميك والتوبيكال الاكيوت اتاك ريليفد، واعمل جنيوسكوبي. بص بقى على الانجل دي، ريليفد اكيوت اتاك، ضغط العين نزل، الكورني القديمه راحت. بص بقى على الانجل، الانجل باينه قدامك، اعمل بريفرال ريزر ايريداتومي عشان ما يدخلش. الانجل بانت قدامك يعني ايه؟ يعني الايريدو ترابيكولار كونتاكت ده كان ابوزيشنال، وما ضغط العين نزل اتفتحت الانجل تاني، فانت شايف الانجل قدامك دلوقتي هي نارو اه بس شايفها، شايف ترابيكولار مش ورك. الحق العيان ده واعمل فيه خدمه العمر، واعمله بريفرال ليزر ايريداتومي عشان تفتح سكه تانيه للايكوس يخرج منها، ما يحصلش الايريس بومبي. طيب حصل ما حصلش ريليف الاتاك، ريزيستنت كيس. ليه ريزيستنت كيس؟ لان الاريدو ترابيكولار كونتاكت ما بقاش ابوزيشنال، بقى ساينيكل اتاك في الثانيه في الثالثه، او انترميتنت اتاكس بسيطه كانت بتحصل والعيان ما بياخدش باله منها او ما بيشخصش. فمع الكتر الاتاكس دي الروت اوف ذا ايريس لزق في الترابيكولار مش ورك، بقى ساينيكل كلوجر مش ابوزيشنال كلوجر. بنحاول برضو بمانوفرز ان احنا نفتح الانجل دي، بعمل سنترال كورنيال اندنتيشن وذ سكوينت هوك، في هوك كده اله بنستخدم في السكوينت او بالجونيو لينس زي ما قلنا، اضغط على السنتر اوف ذا كورنيا كده محاوله ان انا اعمل انفورسمنت للايكوس ان هو يفتح الانجل دي محاوله، او اعمل ليزر ايريدوتومي لو انا قادر اشوف الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. احيانا لو انا مش في كورنيا القديمه، ممكن يا اما احط توبيكال جليسرول، الجليسرول ده برضه هيجروسكوبيك يشد الميه من الكورنيا الابيثيليوم، او احيانا على فكره بنشيل الكورنيا الابيثيليوم. انتوا عارفين لو شلنا الكورنيا الابيثيليوم هيلم تاني، هيلم تاني لان الستام سيلز اللي موجوده عند الليمبس هنا هتلم. فاحيانا الكورنيا القديمه هنا لو انا ابيثيليا قديمه اقوم شايل الكورنيا الابيثيليوم ده عشان اعرف اعمل ليزر ايريدوتومي. طيب ما نفعش او ما عرفتش، ممكن اعمل باراسنتيسيس، وان كان ده يعني ريسكي شويه. فاكرين لما قلنا في الايفيما لما بنعمل باراسنتيسيس برضو ممكن ادخل هنا بالبليد ده اللي هو اسمه ام في ار، ادخل يوم خارج لي شويه ايكوس زي اللي هو باراسنتيسيس زي ما كنا شفنا في الفيديو بتاعه قبل كده، مش محتاجين نعيده تاني. طب ايه الريسك في كده؟ الريسك في كده عارف لما يكون عندك بالونه منفوخه ومنفوخه قد كده وتقوم بدبوس مدخله فيها بوم، ده هيحصل ايه؟ البالونه هتفرقع. هنا نفس الكلام، انا ضغط العين عندي عالي جدا واقوم حاطط انا راشق الام في ار ده، فممكن ضغط العين ينخفض فجاه ويعمل اكسبالسيف هيموريدج. لو فاكرين الاكسبالسيف هيموريدج السوبرا كورويدال هيموريدج اللي كنا خدناه ككومبليكيشن من انترا اوكلر سيرجري، ممكن يحصل طبعا هنا اكسبالسيف هيموريدج. فالباراسنتيز هنا ريسكي شويه. طيب ما نفعش لا اندنتيشن ولا عارف اعمل ايريدوتومي والباراسنتيسيس ما جابش معاه، هنا بقى علاجه الجراحه. الجراحه دي طبعا هي بيتعمل له طبعا سبسكيرال تابيكلكتومي زي ما كنا عملناها في الاوبن انجل جلوكوما، وان كان يعني برضو رخمه عشان الانجل اوف انتيريور شيمبر هنا بتبقى ضيقه، وبلجأ لها لو ساينيكال انجل كلوجر. طب لو ابوزيشنال انجل كلوجر، ممكن لو انا مش عارف اشوف الايريس بالجونيو لينس عشان اعمل ايريداتومي، مش عارف اشوف الايريس من الكورنيا القديمه، ممكن اعمل بريفرال ايريدكتومي. الاوتومي دي كنت بعمل قطع بس ليها بالليزر، انما الايريدكتومي لا دي عمليه بقى، اكتومي يعني بشيل حته من الايريس، بشيل حته من الايريس بسيرجري بعمليه، يعني بدخل العين اوضه العمليات وتعقيم وبنج وكل حاجه، واعمل بريفرال ايريدكتومي اللي هي دي. The clear cornea incision is outlined. A clear corneal bridle suture is applied just anterior to the insertion of the conjunctiva. بيعلق الكورنيا. A 2 to 3 millimeter clear corneal incision is made. The blade is made to incise 2/3 of the corneal depth. A 15 degree sharp blade is used to create a paracentesis.
The anterior chamber is entered without injuring the iris. هو دخل كده في الانتيريور تشامبر هيقوم ماسك بفورسبس ماسك جزء من البريفري اوف ذا ايريس وقطعه اكتومي بقى شال حته منه. This is gently grasped and exteriorized. The iris is regrasped and the iridectomy performed. The cut iris is inspected for the presence of the posterior pigmented layer. هو عايز يتاكد ان هي فول ثيكنس يعني قطع الايريس فول ثيكنس ويقوم قلبها كده على ظهرها عشان يشوف البيجمنتد لاير. انتوا عارفين البيجمنتد لاير موجوده ورا فلو لقيناها يبقى انا كده فول ثيكنس. طبعا لو شفت الريد ريفلكس من هنا برضو يبقى انا فول ثيكنس ايريدكتومي. To return the iris, the wound may be stroked towards the center of the cornea or a stream of fluid directed into the wound. ده البريفرال ايريدكتومي. بعمله امتى؟ لو برضه ابوزيشنال، لان لما بعمل ريفرال ايريكتومي الايكوس بياخد بقى السكندري روت بتاعه من هنا والايريس بوبي بتروح. طيب في برضه جزء من العلاج ان انا لو لقيتها ابوزيشنال انجل كلوجر ممكن اشيل العين اللينس ده سواء عنده كاتركت او ما عندوش. لو في جاست ابوزيشن مش سينيكيا الروت اوف ذا ايريس ان ابوزيشن وذ الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. لو انا شلت اللينس شايفين اللينس الانتروبوسيور دايمتر بتاع اللينس عالي فما اشيلها واحط انتر اوكر لينس صناعيه الثيكنس بتاعها بيبقى اقل بكتير طبعا من الكريستالاين لينس وبالتالي هتقوم راجع يرجع الايريس ورا تفتح الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. عشان كده اللينس اكستراكشن وان اوف ذا اوبشنز لعلاج الابوزيشنال انجل كلوجر. انما لو الانجل دي مقفوله في ساينيكيا يبقى خلاص الانجل دي ما فيش منها رجا استغنى عنها خالص واعمل اللي هو الاكسترنال فيستيولايزنج سيرجري اللي هي السبسيرا تابيكلاكتومي. واحيانا طبعا لو دخلت في ابسولوت جلوكوما اللي هي بلايند بينفول اي ممكن اعمل سايكلو دايود زي ما شفنا قبل كده او سايكلو كرايو ثيرابي. كده احنا خلصنا الاوبن البرايمري انجل كلوجر والمره الجايه ان شاء الله هنكمل السكندري انجل كلوجر. ثانك يو.